الناس كديرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. ما تنساوش معايا تعيطوا فيديو الا عجبكم، حيت شوف بعدين كيقول لي ما تبقايش تقولها. الا عجبك الفيديو خلي لي واحد اللايك، هكا كتشجيع باش الفيديوهات ديالي يطلعوا الناس واحد اخرين. يما ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو واعر، صوتوني عليه بزاف. رجوا اشنو درتي شعرك، اشنو درتي شعرك، ما غادي نزيد عليكم حتى حاجه وما غنقص عليكم حتى شي حاجه. وهذا الشيء كامل يا بنات غادي نعطيه لكم اون ديتاي باش حتى نتوما تستمعوا، باش ما يجيش الفيديو طويل. انا غادي نقول لكم داك الشيء من الاول حتى الاخر. غادي ناخذ هنا لي برودوي اللي دايرهم في هذه السله هذه، وغادي نقول لكم كل شيء. راه ماشي زعما ماشي اوبليجي نتوما باش تاخذوا داكشي اللي انا خديته. راه كاين شي وحدين ما عندهمش الفلوس، كاين اللي شي وحدين اللي بيجي ديالهم على قد الحال، ماشي كلشي يقدر ياخذ هاد البرودويات. سيرو نتوما على حسب المستطاع ديالك، كان عندك فلوس سير شي داكشي، ما كانش عندك راه شاب في الدمه. فالكميده ديالي اول حاجه غادي نبدا لكم عليها الزربه، هي لي فيتامين هادو يا بنات. انا حاليا كنشرب هاد الفيتامين هادو، كناخذ الزنك ها هو اللي كنت خديته من اي هيرب، وكناخذ سبيرولينا اللي زوينه حتى هي بزاف. وراه قال لك كتغلط، المهم انا ما عرفتش، ما لاحظتش هادشي هذا، ما عرف انا ما كنديرش بحال لاني كندير وصفات ديال الغرد باش ان شاء الله ندير لكم فيديو. كما قلت لكم راه حتى كنجرب الحاجه فيات كنعطيها لكم. هذا سبيرولينا والزنك، هاد الجوج يا بنات ضروري انكم تشربوهم، زوينين بزاف وكلشي كينصح فيهم. سيرتو مع كورونا هاد الزنك كيصلح بزاف، وسبيرولينا راه هضر على الدكتور فايد بزاف داكشي اش انا خديتها. ها هي يا بنات انا غنزرب عليكم داغي باش نطبق هادشي في شعري وتشوفوا. داك النهار كما شفتوني كنت خديت بودره ديال الامله، ها هي من برازال، ها هي البنات كنت شاركتها معاكم، خديتها واستعملتها جوج ديال المرات. صراحه يا البنات ما نقدرش نقول لكم دابا النتيجه لحقاش انا يلا استعملتها واش كترطب الشعر ولا لا. انا كنت خلطتها مع هذه البودره هذه، وهذه البودره نورمالمون كتنشف الشعر، كدار لي الفروه ديالهم دونيه وكتنقي الفروه والقشره وداكشي. صراحه شردت لي شعري. هذه ان شاء الله حتى نجربها بوحديتها ونشوف واش كترطب الشعر. انا ما عنديش مشكل، ماشي صوغي بغيتش ترطب لي الشعر. ديري هاد الشتات يا البنات، ما بغيتش ترطب. بلاتي شوف هادشي هذا لاسا كنحرك فيها، تنديرها في الميكا. قلت لكم البنات انا ما بغيتش تطول لي الشعر، انا فقط بغيتها تطول لي شعري وتقوي. هاد بودره ديال الامله معروفه بزاف بزاف، وكلشي كيشكرهم صراحه. انا علاش شريتهم؟ راه شريتهم فلوس يا البنات. علاش شريتهم؟ مشيت لي كومونتير وشفتهم كلشي، كلشي كاع الناس في لي كومونتير تيقولوا تبارك الله البرودوي ديالكم واعرين جربناهم. يعني ما يمكنش هادوك كاملين غيكونوا كيكتبوا. هادي يا البنات كنصحكم بها مليون في المية. بيان سيغ انا بلا ما نكملها عليكم، واخا زعما يلا درتها جوج مرات حيت كل مره شنو كندير لشعري باينه انها زوينه. كنصحكم بالبرودوي ديال برازال حيت واعرين صراحه صراحه. وغادي ندوز، راه ماشي اشاره البنات والله ما اشاره، ديجا قلت لكم مشاركتها شاركت معكم داك النهار زعما البرودويات اللي شريت. ما قالوش لي كولابوراسيون، انا ما بقاش البنات نتسنى حتى يقول لي كولابوراسيون، شي جون فلوسي لانهم كيشكروهم الناس. خديت هاد الزيت هذا حتى هو من برازال، ها هو يا البنات. الا زعما الا تفكرت نخلي لكم الاستاق، نخلي لكم لو ليام اللي تاخذوه هكا باش نعاونكم. خديت هاد الزيت ديال كروف هير اويل، هذا كيطول الشعر وكيقويه، هذا كيساعد خاص غير تطويل الشعر وتيرطبو. صراحة ملي كنديرو كنحس بشعري رطب زوين بزاف بزاف، وحسيت بشعري قوى. هذا درتو تقريبا شي 4 ديال المرات. وغادي ندوز البنات باش غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي مهمه، غادي تدبروا ليا اي وحده كتفرج فيا غادي تمشي وغادي تدبر على الزريعه ديال الكيف. شوفي شي جيران شي ولا جيرانكم تيديروا الكيف، خدي من عندهم الزريعه راه غير كيرميوها ما فيها باس. يعني وجيرانك تصيفطي خوك ولا هذا تقولي له عافاك خلي لي الزريعه ديال الكيف ندير الشعر ديالي، حيت ما تتلقاوهاش عند العطاره قليل حيت ممنوع البيع. ها هي يا البنات، هذه كانت جابتها ليا اختي من الشاون صايبوها. غير هو يا البنات ما دقوهاش مزيان، انا كانت ماما دقاتها لي داك المره مزيان، كل ما دقات الحاجه مزيان كل ما كتعطي مفعول. هذه بحال لي غير هرمشوها وخلاوها. هذه دايره في الزيت البلدي. ها هي يا البنات، راه عندي جوج قريعات، القرعه راني هذا راني غاده فيها، القرعه الاخرى قسمتها انا واختي ساليتها، وهذه ها هي غاده فيها. ها هي البنات الزيت ديال الكيف، كتمشي وكتشدي الزريعه ديال الكيف كتحمريها شويه المهم كتنقيها كتحمريها شويه غير شويه باش تكرمل وتطحل ليك، وكطحنيها كديريها في قريعه وكتزيدي عليها الزيت البلدي ولا زيت الروميه ديال عافيه اولا ديال نوار الشمس. هذا هو اللي كانوا كيديروا والدينا شحال هادي. انا شحال هادي كنت كندير الزيت الرومي على ود الريحه، مابقيتش كنحملو، كنت كندهن به شعري وكندير باتشا واحد اللمعان يا البنات، واحد الرطوبيه واعرين. ها هي الريحه شويه كتزعج، مثلا زيت نوار الشمس وزيت عافيه ديال الدرا حتى هو زوين واعر، وكنفضلوا على الزيت البلدي حيت الزيت البلدي قليل فينا نلقيه بلا ملحه. وغادي ندوز البنات الاهم حاجه والحاجه اللي اقسم بالله يا البنات وكنهضر معكم من قلبي الخالص، الحاجه اللي عاونتني بزاف
ولا شعري كي القفوه مازال دابا راه تزيد. راه شفتوا في الفيديوهات جوج فيديوهات السابقه تبارك الله، اقسم بالله نهار نشفت شعري بالسشوار وقفه قفه تنحس بها. عرفتي ماما تبارك الله قالت لي شعرك قوه تبارك الله، واختي وكلشي، وانا حسيت بها قوه تبارك الله ما شاء الله. طول البنات راه غادي وكيطوال ليا، راه شفتوا داك النهار كنت قطعت واحد هنا ياكو، ودابا تبارك الله راه غادي كيطوال. وانا هاد الهضره اللي غنقول لكم دابا اقسم بالله يا البنات، ما اشهار هاد البرودوي هذا ديال هند ديفين. هند ديفين شحال هذيك كنت كندير لها الاشهار، برودويات ديالها واعره. ما دابا انا ساليت معها، يعني هادشي اللي كنقول لكم ماشي اشهار، ما تاخذوهاش اشهار. كنهضر مع يعني برودوي عجبني كنت شريته من عندها صافي. راه البنات خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه ملي كتسالي كتسالي كولابوغاسيون مع شي واحد كتولي انت كتشري البرودويات ديالك. هذا ديال هند ديفين داير 250 درهم، وحاليا بانت لي دايره لي سولد 225 درهم ولا ليفيغيزون غراتويت. اقسم بالله يا البنات ورمضان هذا ربي شاهد عليا، الا ما هذا حبس لي التساقط ما نقول لكمش. يعني ولا الشعر ديالك يتساقط داك التساقط النورمال اللي اي واحد يتساقط ليه ملي كيمشط الشعر، كيطيح لك شويه ديال الشعر. هذا هي البنات، ها هو سكرينيو. والا تفكرت راه غنخلي لكم الانستغرام ديال هنا، تقولوا ليها راه شنو عند رجوه باش تستافدوا من داك العرض. ها هو يا البنات راه خوا غنزيد الثاني، يستاهل 250 درهم. ها هي يستاهل، ها هو واحد هنايا. ولا هذا يا البنات اش مولاهاش كيصرخ بوس رابيد كي اونتي شوت ويل اسونسييل دو سيت غدا طلعت. هادي البنات كتشمي فيه الريحه ديال الخل التفاح ديال العشوب، ريحته صراحه مجهده ما زويناش بزاف. من المفعول ديال واعر كيقوي الشعر، هو الحاجه اللي هادشي كامل اللي درتو واعر. مي هذا واحد الفرق اللي بزاف، هو اللي وليت كنستعمل مؤخرا، تيقوي الشعر واحد الدرجه ما تقدريش تصوريها. كيبقى الشعر كيطيح وكيطول الشعر يا بنات. انا راه شعري راه كما قلت لكم قطعت واحد هنا تبارك الله هانتوما بلاتي، مازال دابا راه ما مصايبش مزيان قافز من هنا حيت البروتين بدا كيطير. شوفوا تبارك الله قداش ولا شعري، وفرحانه والله العظيم. يلا صيفط لها اوديو البارح قلت لها سيري الله يرحم لك الوالدين. تخيلوا البنات انا علاش شريته من عندها، كان شعرها حد هنايا ياكو، وتبارك الله عرفت ورا نهار على نهار تيبان لي شعرها كيطوال. واحد النهار قلت لها عافاك شنو كديري، حيت تنشوف ستوريات مي تبارك الله ما عندها لا برودوي بزاف ما عرفتش بالضبط. قالت لي راه هو هذا، ها هو وبزاف. هو كنقول لكم البنات اقسم بالله ما اشهار، انا من دايتي راسي بغيت نشارك معاكم بغيتكم تستافدوا منه حيت فريمون زوين. الثمن ديالو شويه غالي، مي هذا اي وحده شعرها ما كيطوالش كيطيح ما قويش، هذا غيرجع لك شعر الكفه. طريقه كديريه كل نهار، كديري قطرات وكديري مساج وكديري شفنجه، ما كتغسلي لا والو، ما كيخسر لا شعر ما حتى شي حاجه، ما كيحرش ما حتى شي حاجه. كديري خليه في شعرك. شنو نقول لكم البنات، شي خلي سيمانه، انا كنغسل شعري جوج مرات في سميتو، خلي سيمانه خلي مرقرق اختي في شعرك 10 ايام. دابا غير رمضان ما كاينلاش تغسلي شعرك، ومن موراها دوز 15 يوم تلاحظي واحد الفرق واعر. هذا كنستعملو قرن زمارة قرب يسالي. و شنو نقول لكم، ومن بعد بقيت تستعملي نهار ان نهار لا نهار ان نهار لا، بقاي غادا معاه تدريجيا ما تقطعيش دقه في دقه. هادي البنات هضرت عليه بزاف حيت واعر، انا نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا. هادي البنات حل حل عمرني غنستغنى عليه، هذا مازال غادي نعاود نكوموندي. ديجا هضرت معاها وقلت ليها غادي نعاود نشري من عندك واحد اخر. وعاوتاني البنات حتى هاد الزيت هذا ديال زيان بيو، بالنسبه لبنوتات اللي كيقول لي رجوه الفرج اللي كديري وال هذا مورد الشفاء اللي كديري انا هو، راه كنسم كنخلي لكم الانستغرام زيان بيو، انا غادي نكتبها لكم ونخلي لكم الانستغرام. لا ما كتبتهاش غنخلي لكم الانستغرام. هذا يا بنات ويل اونتي شوت عندها حتى هو واعر بزاف، حتى هو خوا بقات فيه قلقه شويه، هي اللي غنستعمل هذا ولا ما بقاش كاع. هذا يا البنات حتى هو زوين وعاونني باش ما يبقاش شعري كيطيح وما يبقاش ولا قوي وزوين بزاف. البنات هادشي اللي كنشارك معكم راه ماشي بالضروره تاخذوا داكشي اللي كنشارك معكم، الا عندك فلوس شري هادشي، ما عندكش فلوس اختي غير عند العطار وخذي داكشي زريت لك كيفو داكشي. وغادي ندوز البنات وغادي نهضر لكم على هاد الزيت ديال المعصره اللي اصرته من عند مولي المعصره. غادي نجاوب على واحد لي كومونتير، بزاف ديال البنات ما فهموش شنو هي المعصره، فين كاين هاد المعصره. اي مول عطريه، ماشي مول عطريه صراحه، لا ماشي مول عطريه، المهم في الخبازه فين ما كنتو ممشو نتوما على حسب المدينه ديالكم، ما عرفتش كيفاش دايره. حنا عندنا في الخبازه عندهم ماكن، وكاين اللي عنده حانوت عنده جميع انواع الزيوت. كتلقاي حط الحبه السوداء زريت الكتان، اي حاجه بغيتيها كتقول له عافاك طحل ليا من زريت الكتان، طحل ليا من الكوك، كيجهز لك الكوك اولا زريت الكتان وكيطحنها مباشره قدامك. وهاد القريعات تيكونوا ب 20 درهم 15 درهم على حساب، شوفيه واش هز ديك الحاجه وطحنها قدامك. هادو هما المعصرات البنات، كنتمنى انني نكون شرحتها. كندير حتى الزيت ديال الزنجلان كندهن بيه، والمرات كنديرو كندير باتشا كيخرج ليا شعري واعر. دابا الحاجه اللي زوينه بزاف واللي هي غتقدروا تلقاوها عند اي عطار هما هاد العشوب اللي دايره انايا هنايا، ها
هانتوما يا البنات، كل مره ماما كتحل لي شويه وكنديرهم في قريعه وكنخليهم 10 ايام حتى 15 يوم، كل ما بقاو كل مزيانين و10 ايام راه كافيه. هاد القريعه يا البنات ديال العشوب اللي كتشوفوها هنايا، هادي اشنو فيها؟ ركزوا ليا، شدوا ورقه وستيلو ركزوا ليا. غادي تطحنوا زريت الكتان، وغادي تطحنوا الزنجلان، وغادي تطحنوا الحرمل، وغادي تطحنوا حبه الراس وزريت البصله. زريت البصله، حبه الراس، الحرمل، الزنجلان، زريت الكتان. وقبل ما نكمل لكم الحرمل، غادي تطحنوا منه غير شويه حيت راه هو صعيب شويه على الراس، ماشي كيدير شي حاجه، مي غير شويه. قالت لي ماما ديما فيما كطحن، يعني حتى زعما تقولي حتى ما كتشوفي شي حاجه، ديما فيما تبغي تطحني الحرمل طحني منه غير شويه، لانه مجهد. هاد المكونات كاملين غتلقاوهم عند اي عطار، شدوهم نقيهم حمروهم شويه غير في مقيله غير باش يتكرملوا، وطحنوهم وديروهم. شوفوا ما تطحنوش كميه بزاف، تقولي لا حتى يسالي لي هاد الزيت ونعاود نهز معلقه ونعمر قرعه اخرى، لا، زوي الطياره اللي فيها كيطير. هادشي على قوله الفايد، الدكتور الفايد، كل مره طحني شويه، ملي قرب يسالي لك هادي، ملي تشوفيها قربت تسالي لك باش تجيبيها مع 15 يوم ملي تسالي، غادي تشدي طحني العشوب وديريهم في الزيت وديريهم في الظلمه وتخليهم 10 ايام شحال ما بغيتي، على ما سالي لك هذا تكوني يكون الاخر وجد. انا هذه هي الطريقه اللي كندير. فهذه البنات هذه القريعه، يلا عمرتها، سالات لي القريعه وعمرت هذه القريعه، هذه هي باقي ديال هذه شويه كنت كندهن بها وصافي يا البنات. هذا ما كان بالنسبه باش كنغسل شعري. انا غادي نزرب عليكم دا غير، اسمحوا لي انا هضرت بزاف، مي هذا الفيديو خاصو يكون هضره. اول حاجه يا البنات، خاص اي وحده كتفرج فيا تمشي عند اي مول الماكياج اولا عند اي واحد وتمشي وتشري هاد المشطه هذه ديال الخشب، هذه ديال شوكر بيري كانت وصلتني، كدير ب 20 درهم مشطه ديال الخشب، 13 درهم صغيره مشطه ديال الخشب، واعره الريوف ديالها ديال الخشب، هي اللي كيمشطوا بها الشينوا. نقرب لكم شنو علاش كتصلاها البنات، مشطه ديال الخشب كدير لك واحد الماساج للشعر ديالك، والشعر ديالك كتسرحو لك زوين، فهمتوا؟ كتخليه مسرح زوين، ماشي رطيطه وانما كتخليه مسرح كتسلكو لك زوين. فمشطه الخشب غنبغى اي متتبعه كتفرج ورجعي وتشريها. واشنو اخر غادي ندوز، وغادي نهضر لكم على لي شامبوان ولي ماسك اللي كندير لشعري. مؤخرا وليت كندير هاد بلاتي، وليت كندير هاد شامبوان ديال هيربل، هو والديميلور ديالو واعر بزاف بزاف بزاف. قالت لي واحد البنوته راه في مرجان جوج كيتباعو ب 39 درهم، وانا شفتهم، واش كنحلم ولا ما عرفت، انا شفتهم. هاد الشامبوان تخيلوا عقلتو باش شاركت معكم المشتريات، يلا وصل لي حد هنايا، ها هو يلا وصل لي حد هنا. تخيلوا البنات كيرغوي بزاف، وهذا تقيل، يعني كديري غير شويه كيرغوي لك بزاف، كيدي بزاف 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 بزاف. والديميلور يا البنات خطير، الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه انه ما تيخليش لك الريحه في شعرك، صافي تتغسلي شعرك وزدوش ما تتبقى فيك حتى شي ريحه في شعرك صراحه، شويه وصافي. انا كنت كنغسل بداك الترادو، ها هو عامر باغا بينو سيليكون، مابقيتش كنغسل به، مي اضطريت كنغسل به حيت كيعجبني كيرطب، هذا كان كيخلي الريحه مجهده. قلت واش كنت كنقول لكم ديروا ها 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 ريحه كتشم فعلا، مي هذا ما كتبقاش تشم فيك الريحه بزاف. هادو يا البنات هيربل صراحه زوين بزاف بزاف، هذا واعر واعر، والثمن ديالو زوين وكيدير لك بزاف. وهذا كنت حبستو، وفاش كنت خديت هذا من عند بيوفير اللي كاينه في المول، نقول لكم كاين يتخامول، غتشوف بيوفير عندهم هاد الشامبوان هذا، وعندهم روايح ديجا شاركتهم في انستغرام واعر بزاف، كاينه في كينيترامول عندهم برودويات واعرين. دابا ان شاء الله نشارك معكم شي حوايج ديالهم. هاد الشامبوان هذا تقريبا صافي ساليتو، راه وقيلا وصل حد هنا كنغسل به، ولا وليت كنغسل به مؤخرا. هذه البنات شامبوان كابيلار تريتمون فورتيفيون الويل دو شانفر، ما عليناش البنات. هذا يا البنات اول، ماشي اول شامبوان، ديجا استعملت ديال هنديفين عجبني، ديجا استعملت ديال المهم ديال بدور تا هو خطير 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 بزاف. هذا ثالث شامبوان، لا رابع شامبوان كنستعملو طبيعي، حيت اي شامبوان طبيعي عندي فكره انه تيحر الشعر، عرفتوا يا البنات؟ وحق الله العظيم ورمضان هذا والله ما كنزيد عليكم شي حاجه، الا ما تيرطب الشعر لواحد الدرجه، كديري غير شويه كيرغوي وكيرطب الشعر لواحد الدرجه زوين بزاف بزاف، وحتى هو كيساعد باش شعرك ما يبقاش يطيح. وغادي ندوز للماسك، ها هو الماسك اللي كندير، هو هذا تا هو بيوفير من عندهم، ها هو يلا استعملته جوج مرات حتى هو تا هو زوين يا البنات، وكيخلي الريحه كتحمق في الشعر وكيخلي الشعر رطب. هذا ما عرفتش واقيلا داير 55 درهم ولا 60 درهم، كنصحكم بها البنات سيروا بيوفير اللي كاينه في كينيترامول، وخذوه على خذوه بعينكم مغمضين عن تجربتي، وماشي بالضروره تاخذوا هذا، خذوا اي حاجه نتوما كترتاحوا ليها. انا كنشارك معكم برودويات من قلبي اللي كيعجبوني.
واخر حاجه يا البنات هي هذا السيروم هذا اللي ديجا هضرت عليه وكنستعمل بزاف ديال السيرومات كل مره. وشنو سيروم اللي واعر اللي ما كيخليش الشعر يطيح ما كيخليش الشعر منفوخ وما كيخليش الشعر حرش من التحت، هو السيروم ديال زيان بيو ما كيخليش الشعر يطاير ومنفوخ، كيخلي الشعر مهدن زوين بزاف. غير بعيد عليا، انا نخلي لكم الانستغرام ديالها. المهم البنات اي حاجه هضرت عليها غادي نخليها لكم، باش اللي بغات شي حاجه تلقاها. والسيروم اللي غادي نهضر لكم عليه يعني هذا اللي تقدروا تلقاوه في اي مدينه، كاين البنات اللي ما غايعجبهمش لا ليفغيزون ولا شي حاجه. المهم هذا يا البنات من عند كابيلي سميتو، هذا كما قلت لكم كنت كنستعملو في يامات الليسي ويامات الاستايا، واعر بزاف. شوفوا شحال مره درت منه، يلا وصل حد هنا كيدير 35 درهم 30 درهم 40 درهم ما فايتهاش. ريحته كتحمق، كديريه وكدير الباتشا كيصلح جميع انواع الشعر وما كيدمش الشعر وكيخلي الريحه كتحمق وكيخلي الشعر رطب 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 ما تحتاجيش كاع تصايبيه وصافي. فالبنات غادي ندوز باش غادي نطب. كنت غنسى واحد الحاجه اللي مهمه، عرفتوا هضرت بزاف غير سمحوا لي، حاجه اللي مهمه اي وحده غتمشي عند اي معصره وغتعصر زيت الكوك طبيعي. ها هو يا البنات راه خاوي راه غتيبان مره، هو فين وصل زيت الكوك طبيعي كيهزو الكوك وكيطحنوه لك. هذا يا البنات كنديروه الاطراف وكنديروه حتى الجدوره او بلاتي نشوف انا اللي تيصحاب ليا جمدات ليا. ومن عند بيو فيرنيت خديت هذا البور دو كاريتي عندهم البنات اوريجينال، راه كدير واقيلا شي 150 درهم اوريجينال ديال بصح. كان كيصحاب ليا داك البور دو كاريتي اللي كنت كناخذ من عند افارقه، راه هي بور دو كاريتي. نهار درتها يا البنات رجعت لي شعري حلفه. هذا يا البنات ها هو، راه هذه المره الثانيه باش كنستعمل. اول حاجه كترطب الشنايف كترطب الوجه كترطب اللحم، واعره واعره بور دو كاريتي خطيره بزاف. وهذه كنديرها الاطراف ديال الشعر ديالي، ديجا راه استعملت منها كتخلي الشعر زوين ولامع بزاف. فشديتها حيت هادشي جامد، غادي تمشي وغادي ديروها في حمام مريم. ها هي البنات تقدروا تاخذوها من الفارماسي، تقدروا تاخذوها من بيوفيغ راه كاينه في اكادير وكازا، تقدروا تاخذوها من البلاصه اللي نتوما مرتاحين فيها. كما قلت لكم انا ما كنقول لكم سيروا خذوا هادشي، كنشارك معكم داكشي اللي كيعجبني. فها هي درت ليها حمام مريم، هذه غادي نديرها في الاطراف ديال الشعر. وزيت الكوكو يا البنات غير قلت انني نعاود نذوبو ونخلطو مع شي لاخر حتى هو كيطول الشعر للفروه. فهادي غادي نخليها حتى الاخر، وغادي نخليكم مع شويه ديال الموسيقى وغادي نوريكم اشنو كندير شعري. ما وريتكم الشعر يا البنات، اول حاجه خصكم تعرفوها انني شعري كينوض ليا البيبي هير. ها هو شفتوا كينوض ليا البيبي هير، ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه، انا الناس اللي كيقولوا ليا شي واحدين قالوا لي شعرك كامل منتو في قرعه، هذا الفراغ اللي كتشوفوه هنا واخا ما شنو ندير ليه ما كينوضش الشعر، كينوض ليا البيبي هير. ها هو يا البنات شفتوا، علاش؟ حيت هذا عندنا، هذا راه ماشي صالح البنات ولا شي حاجه، هذا وراثي، بابا عنده داك الخويات هنايا فهمتوا، كاملين كاملين خواتاتي كاملين عندهم هاد الخويه هادي. وعندنا هاد الخويه اللي ما عرفتش شنو كيسميوها نسيت عليها، هادي شتي ها نتوما شتو راه البيبي هير نايض شتو. مي الزغب ما كينوضش ليا هنا قليل يا البنات، علاش؟ حيت حنا عندنا وراثي كاملين عندنا هاد الفراغات شبه البابا، حتى هو عنده داك اللعيبه ديالها ودوك الرجال اللي كتكون عندهم فراغات هنايا فحال هكاك بابا. اما شعري تبارك الله وصل عندي، اقسم بالله في الانستغرام كنت حطيت لكم بزاف سولتوني تبارك الله، ما عرفتش واش كيبان لكم، دابا راه تزيت ولا قوي 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 بزاف تبارك الله. انا غادي نحني بحال هكا باش تشوفوا، ما عرفتش واش كيبان لكم، ما عرفتش واش كيبان. ها نتوما شوفوا شوفوا تبارك الله، شفتوا تبارك الله، شوف تبارك الله ما شاء الله قوي قوي. ها نتوما غيكون تيبان لكم، ها تبارك الله عجبني بزاف. ها نتوما شوفوا، تكونوا لاحظتوا الفرق، كان شعري خفاف بزاف وعجبتني النتيجه، تهلات في شعري وما بقيتش كنصبغو وما بقيتش كنصايبو قليل. هاد المره اللي نشفتو حيت عجبني نشفو تشهيت هكا نشوفو ورطيطه بشويه. شوفوا يا البنات تبارك الله، شوف شوفوا شتو شتو تبارك الله. ها نتوما ها نحاول ندير لكم هكا باش تشوفوا، ها شتو تبارك الله. غير تبعوا هادشي اللي قلت لكم، عطيتكم الراي ديالي الصريح، دابا غادي نمشي غادي نطبق هادشي كامل، خليكم ماشي في الموسيقى البنات. نسيت حيت عارفه شي وحدين لا حول ولا قوه الا بالله، اقول لي ما كلبت هاد البيجامه، هاد البيجامه البنات مخليها للصباغه كاين واحد ثلاثه صافي، قصتهم جافيل كرفصتهم داكشي خباتهم ماما فواحد اللعيبه اللي كيبغي يصبغ ولا يدير الزيت ولا اي حاجه كنلبسوهم بحال هكايا، كيصلحوا من الاحسن بلا ما ديروا تبقاو ديروا توسخوا حوايجكم. وصافي البنات كما شفتوا خلط الزيت وغادي نديروا شعري بحال هكايا وتنشقر وتنبقى ندير مساج وخليكم مع الموسيقى.
تعيش ما نقص في الفيديو جا طويل، غير سمحوا لي بغيت نعطيكم داكشي اون ديتاي. صافي كندير هكا البنات زيت الشعري وكندير مساج وكندير عاوتاني حتى داك زيت الكوكو والزبده ديال كاريتي، كندير مساج وكندير السلوفان وكنخليه واحد 3 سوايع في شعري. شتي البنات دوزت واحد التدويشه تشهيتها لكم الطقوس ديالها. صافي هذا هو السحور ديالي، كل نهار رزقو كل نهار شنو كاين. بعض المرات كنتسحر بداكشي اللي في الفطور، بعض المرات كنديرو مريقه. البنات ورجعت لكم من مورا ما دوشت وداكشي، صراحه واحد الدوش خديت واعر بالطقوس ديالو، راكم عارفيني تنقول بالطقوس ديالو. صافي عندنا لقيتوني دابا غادي ندير السيروم ديالي وغادي ندير باتشا. تندير انا السيروم غير تحت الاطراف وكنصب ومن فوق غير هكا، لان ديال البروتين شعري دا غير تزيد. صافي حتى كينشف ليا شعري عاد كنزيد. صافي غادي ناخذ الدره ديال حياتي وغادي ندير باتشا. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. اي حاجه الا ما نسيتش غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وتاكدوا ان هذا الفيديو هذا البنات درت لكم من قلبي الخالص والله العظيم، زعما ما حتى شي حاجه ما مخلصه عليها ولا وصلني شي برودوي فابور، كلشي شاريه بفلوسي من داك البرودوي ديال هين تيفي، من داكشي ديال برازال، من اي حاجه كلشي شريته بفلوسي وبغيت نشاركو معكم نتوما البنات اللي مسلكاكم ديروها. عندكم فلوس شريو دوك الزيوت، ما عندكم سيروا عند الشاب ديروا اي حاجه مسلكاكم. انا شاركت معكم هذا الفيديو هذا بكل حب وتبارك الله كما قلت لكم. شوفوا شعري ولا صحي البنات، انا عارفه من تحت ناشف وما يصلح ليه والو من غير تقطع، واخا درت البروتين واخا درت بزاف الحوايج ما يصلح ليه والو من غير تقطع، ما خليه يمشي بوحديته. تبارك الله شعري بدا كيطوال ان شاء الله، غنخليه طوال 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 ماشي مشكل، نصبر عليه لانني سنين ومنين وانا كنهلك فيه ونقتل فيه سينوغ ما لا يخصو بزاف ديال الوقت عادي طوال. فوصلنا نهاية ديال الفيديو، قولوا لي البنات نتوما الراي ديالكم في المنتجات، واش فايتكم جرب شي حاجه، وقولوا لي عافاكم واش عندكم شي وصفه، عندكم شي ماسك ديروه للاطراف، شاركوا معايا اي حاجه. وبغيت ننصح اي وحده كتفرج فيا ما تصبغي شعرك، ما تهلكيه بسشوار، ما تهلكيه بلاك، عافاكم يا البنات الشعر راه ما تيتعوضش، والا كان يتعوض خصو الفلوس وخصو بزاف ديال الوقت. تهلاو في شعركم، تشهيتي تصايبي شعرك مره مره، تشهيتي دير لي زونغيز مره مره، تشهيتي كاع بغيتي تصبغي شي مره ونساي، اولا بغيتي ديري لي ميش شي مره وديري في شي صالون اللي كيصايبو زوين. اما انا ما كنصحش شي وحده تصبغ شعرها، حيت انا شعري كان زوين زوين، شي هاد الشعر اللي كتشوفوه هكا راه زغبت سيفات كما كنقولوا، كان شعري شاتان واحد اللون فيه زعير زوين وكان قوي وكان طويل وكلشي كلشي كيبقى حاضن عليه ما خرج عليه، ما عندنا ما نديرو المكتب. هذا ما كان، وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مازال ما درتش لايك تخلي ليا واحد لايك. رحمك عليكم، سلامه.